فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم المسابقة في الأبحاث الكيميائية؟ وهل المسابقة جائزة في القرآن فقط وليس في غيره؟ المسابقة الأصل الجائزة فيما ورد به الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. المسابقة على الخيل، المسابقة على الإبل بقصد الجهاد، مو بقصد الدراهم والعبث، لا، قصد الجهاد، يتدرب على الجهاد عليها، أو الرماية، أو نصل وهو الرماية، إذا كان قصد الجهاد في هذا والتدرب على الجهاد فتباح السبق. أما أن يتخذ هذا كسب ولا يقصدون الجهاد وإنما يقصدون الجائزة فقط، هذا لا يجوز، يدخل في القمار. وابن القيم رحمه الله ألحق تعلم القرآن والجائزة على حفظ القرآن وتلاوته، ألحقها بالجهاد في سبيل الله. يجوز أخذ الجائزة على القرآن والمسابقة القرآنية، لأن هذا من الجهاد، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. يقول كذا، الله أعلم. نعم.